السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بواحد من اجمل الفنادق في الجزائر، الا وهو فندق ايبيس، واللي يقع وسط مدينه قسنطينه بجانب فندق نوفوتيل. وللعلم انه في قسنطينه، كان بعض الناس يقول لك قسنطينه ما فيهاش وما فيهاش وما عندهاش فنادق. قسنطينه عندها اربع او خمس فنادق بطراز عالمي، فيها فندق هذا ايبيس، وفيها فندق نوفوتيل، وفيها فندق ماريوت، وكذلك فيها فندق ماريوت اوتوغراف، وكذلك فيه فندق سيرتا اللي راه قيد الترميم والتجديد. اذا فيه الى جانب فنادق اخرى كثيره تابعه القطاع الخاص. اذا نخليكم تتابعوا هذه الجوله الجميله في فندق ايبيس بوسط مدينه قسنطينه، والسلام عليكم.